قالوا نشوف قضية متعلقة بالمدارس. واحنا ليه بنهتم بالمدارس؟ لانه الحقيقة حتى ده واضح تماما خلال انعقاد المؤتمر، التعليم التعليم التعليم، وبالتالي علينا ان نستعيد القوى التعليمية لمدارسنا في مشاكل متعلقة بالتعليم. لكن كمان معقول انه حتى الان بعض ابنائنا يذهبون الى المدارس ويرجعوا لنا جثث ونعوش ويرجعوا لنا مصابين بإصابات في منتهى الخطورة ويرجعوا لنا ميتين في حوادث مختلفة ومتعددة؟ طالب طعن زميله بزجاجة، يعني لما تصل العلاقة بين التلاميذ إلى هذا الشكل، ولما تبقى المدارس غائبة تماما عن الرقابة وعن الانضباط وعن النظام، هذا هو ما نطمح فيه من وزير التعليم الجديد. تعالوا نشوف هذه المأساة. هو الموضوع يعني كانت بنبدل في أماكن الديسكو كده، فأنا قعدت مكانه، فهو شدني بره الديسكو وقعد هو، فابتدت بينا بس يعني مناكفات كده بس بسيطة. فبعد كده يوسف خبط محمد، فبعد كده ركبوا على بعض، يعني يوسف زق محمد والاثنين بقوا راكبين على بعض عند في الديسك، زنق محمد في الديسك، وبعد كده فكناهم من بعض وخلصنا الموضوع بدل ما ننزل الاخصائي والموضوع يكبر وكده. فخلصنا الموضوع وقفوا يعاتبوا بعض وصالحوا بعض عادي وما فيش اي حاجه. جه بعد كده جرس الفسحه وما فيش اي حاجه، بقى المفروض ان احنا الموضوع انتهى وكده، فانا نزلت الحوش تحت عشان الفسحه وهو نزل، بس هو طلع قبل ما الفسحة تنتهي وفضل واقف فوق مستنيني انا ما اعرفش. فانا خلصت الفسحة وكده وطلعت، فدخلت من الباب هو كان واقف ورا، فانا ماشي من داخل من الباب وماشي، هو جابني من ظهري، كان ماسك ازازة فجابها لي من ظهري من رقبتي من ورا، جابها من رقبتي لورا لغاية قدام كده. زميله اللي حضرتك كنت بتكلميه من شوية، بس هو طبعا مش عايز علشان التاني، قال لي والله احنا مطلعينها، هو بايده مطلعها، زميله التاني مطلعها من رقبه يوسف وماسكين الواد من وسطه من ورا، بيقول له اسكت بدل ما خدشيلها منه اديها لك انت. طب انا عايز اعرف حاجه، انا ابني الترم الاولاني عيل برضه ضربه في المدرسه وكسر لي رجله مجبسه مرتين، وفضلت شهرين اجبس لا فهو في اعدادي، اخوه في اعدادي وهو في الثانوي. فانا بسال بس يعني بلاش يروحوا المدارس؟ لو بلاش مفيش مشكلة يدونا كده وجواب قعدوهم في البيت ويجوا آخر الامتحان يمتحنوا مفيش مشكلة وما يروحوش مدرسة، لكن أنا أفضل أجبس في عيل شهرين في الإعدادية وأجيب واحد مضروب برقبة إزازة في رقبته في الثانوية؟ طب وبعدين بلاش يتعلموا؟ أنا حضرتك جالي تليفون من أخو يوسف اللي هو متعور في المدرسة وواقع وبينزف دم وكده، فطبعا اتصلت بأختي، كان تليفونه مقفول، هو تليفونه مقفول، جيت من شغلي لقيته بالحالة اللي حضرتك شفتيها دي، ومعاه المدرس بتاعه والناظر والناس كلها موجوده، وطبعا والده مسافر. وتاني حادثه اللي اخوه برده اتكسر من شهرين في المدرسه برده، ما رضاش ياخد اي اجراء، فحضرتك مش عارفين نعمل ايه، ممكن يقعدوا من المدرسه عادي مفيش مشكله زي ما والدته قالت. هو طبعا جالنا يوسف حوالي الساعه 11:30، وكانت المشكله ان كان في جرح قطع في الرقبه، على كلامه هو بيقول ان هو تم عمل الجرح دوت بازازه، فتم دخوله على الفور العمليات، وتم عمل غرز حوالي 7 غرز. طبعا كانت المشكله ان الجرح لما بيتعمل بازازه بتبقى المشكله ما بيبقاش بيجي قدام بعضه، بحيث انها ما ينفعش تعمل تجميل في الوقت ده، عشان برضه انا سمعت كلام مامته انها بتقول ليه ما تعملش تجميل، فبيتعمل على المرحله الاولانيه غرز عاديه، وان شاء الله بعد كده في مراهم وفي حاجات كده بتضيع اثر الجرح خالص. يعني هو يعني اللي عمله ده دي مستديمه، والدكتور ذات نفسه جه لما اتكلم قال انت كان فاضل لك ملي وكان هيقطع لك عرق من الشرايين، ده كان هي يعني ده كان هيموتك. فيعني انا شايف ان اقل حاجه ان هو اولا من جانب التعليم ان هو يتفصل، انما ده جانب جنائي، ده شروع في قتل، يعني اقل حاجه يخش الاصلاحيه. الولد ده لازم يتفصل اولا، ثانيا يتحاكم، ما يروحوش بقى اهله بقرشين في الاسم ولا معلش ولا بتاع وخلاص يطلع منها، لان هيطلع يعمل في غيره. انا كنت مع يوسف تحت في الفناء بتاع الحوش، فكنا واقفين مع اصدقائنا،
فشفت زين وهو ماشي في الحوش فتجاهلته خالص. واحنا طالعين بقول لزين لقيته في فصل بقول له يا زين صالحه وخلاص احنا اصحاب وما فيش ما بيننا الكلام ده. فراح زين تجاهلني انا كمان وراح معدي من ورا ظهر يوسف ومعوره الازازه. الاجراء اللي اتخذته المدرسه انه فصلت الطالب، والاجراء القانوني ان طبعا المستشفى اللي انا رحت بيها للعلاج علاج الطالب اول ما دخلت الدكتور قال لي لازم يخش العمليات دلوقتي وهتمضي على اقرار على مسؤوليتك ان الطالب لو جرى له حاجه انت مسؤول.